نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم صحة الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام من وقوع تجاوزات في حق ثلاث نساء كن موضوعات تحت التوقيف للنظر بمقر أمن الولاية، وتؤكد أن جميع المزاعم التي روج لها مصدر الخبر عارية من الصحة. كما تؤكد النيابة العامة أنه للوقوف على الحقيقة انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم إلى أماكن الحجز تحت النظر وأجرى التحريات اللازمة حول الموضوع وعاين الحقائق الآتية. إن غرف التوقيف تحت النظر المتوفرة هي بعدد 4 وعدد الموقوفين للنظر آنذاك 11، منهم النسوة 3 المذكورة في البلاغ الكاذب. وبوضع هؤلاء النسوة في غرفة فإن الغرف 3 الباقية كافية لواء 8 أشخاص دون أي حاجة إلى أي اختلاط. وقد تبين لوكيل الجمهورية بما لا يدع أي مجال للشك بأن السيدات الموقوفات تم وضعهن في غرفة لوحدهن. إن كل غرفة مخصصة للتوقيف تحت النظر مزودة بكاميرا للمراقبة، وأن اطلاع وكيل الجمهورية على الشريط المسجل خلال فترة توقيف المعنيات ينفي كل المزاعم. إن تفتيش الموقوفين تحت النظر رجالا ونساء إجراء تفرضه ضرورات المحافظة على سلامتهم وحياتهم، وهو إجراء معمول به في جميع الدول وينطوي على تجريد المعنيين من الأحزمة والخمارات وغيرها من الممتلكات التي قد تستعمل لإلحاق الأذى بالنفس. إن الموقوفات تحت النظر استفدنا من جميع حقوقهن أثناء فترة التوقيف من زيارة العائلة والاتصال الهاتفي بها وكذا زيارة الطبيب. وقصد تعميق التحريات استدعى وكيل الجمهورية المعنيات الثلاث فامتثلت اثنتان منهن، وأكدت كل واحدة بما لا يدع أي مجال لأي شك بأن توقيفهن لم يكن أبدا في الغرفة نفسها مع الذكور، إذ خصصت لهن غرفة واحدة ولم يتعرضن لأي ضرب أو تعذيب أو أي ضغوط أخرى، وأن التفتيش كان من قبل شرطيات.